بسم الله الرحمن الرحيم، طلب السنة الثانية رياضي وتقني رياضي. السلام عليكم. إذا مع تمرين خاص بالمحول الكهربائي، تمرين رقم 7 في الكتاب المدرسي الصفحة 193. إذا يقول نص التمرين: نستعمل رسم الاهتزاز لمشاهدة توتر المطبق بين طرفي وشيعة الأولي للمحول بحساسية 5 فولت لكل تدريجة كما بالشكل هذا رقم 6 في الكتاب، وتوتر المطبق بين طرفي وشيعة الثانوي المحول بحساسية 2 فولت لكل تدريجة في الشكل رقم 7. إذا هذا الشكل 6 وهذا الشكل 7. ألف: أحسب سعة التوتر المطبق على الأولي. ب: أحسب سعة التوتر المطبق على الثانوي. جيم: هل المحول رافع أو خافت للتوتر؟ د: عين معامل التحويل ك للمحول. إذا نعرف باللي المحول الكهربائي يتكون من وشيعتين، الوشيعة الأولى تسمى وشيعة الأولي والثانية تسمى وشيعة الثانوي. إذا لدينا التوتر بين طرفي الأولي، هذا البيان تاعه، والبيان الثاني خاص بالتوتر بين طرفي الوشيعة الثانوي. إذا راح نحسب التوتر للسعة التوتر معناه إي ماكس. إذا ألف: حساب إي ماكس 1. إذا إي ماكس 1 ماذا تساوي؟ إي ماكس 1 تساوي، إذا نشوفوا هنا بالنسبة للتدريجات عندنا مربع 2، هنا عندنا زوج تدريجات صغار، كل تدريجة صغيرة تمثل 0.2 معناها 2.4. إذا 2.4 في السلم هنا اللي هو 5 فولت لكل تدريجة في 5، إذا راح نصيبو 12 فولت. بنفس الطريقة لدينا ب: حساب إي ماكس 2. إذا إي ماكس 2 تساوي، نشوفو هنا عندنا مربع 2.3، إذا عندنا 3 مربعات، إذا 3 في لدينا هنا كل تدريجة أو مربعات أو نقول تدريجات، إذا كل تدريجة قابلها 2 فولت، إذا في 2 تساوي إلى 6 فولت، إذا هذه إي ماكس تاع الأول والثاني، إذا 12 وهذا 6. السؤال الثالث: هل المحول رافع أم خافض للتوتر؟ إذا لاحظوا باللي الوشيعة الأولي هي اللي جهة التوتر 12 فولت، والثانوي لدينا 6 فولت، لاحظ أن القيمة كانت 12 أصبحت 6، معنى المخرج راح يكون فيه 6 فولت، إذا معنى هذا أن المحول هذا راهو محول خافض للتوتر، إذا جيم المحول خافض للتوتر، لأن كما لاحظنا الآن إي 2 أو إي ماكس 1 أكبر من إي ماكس 2، معناته التوتر الأولي أكبر من التوتر الثانوي، وبالتالي هذا عبارة عن محول خافض. د: الآن حساب معامل التحويل. إذا د: حساب معامل التحويل، نعرفوا بلي معامل التحويل ماذا يساوي؟ إذا لدينا إي واحد على إي اثنين تساوي إن واحد على إن اثنين وتساوي إلى ك اللي هو معامل التحويل. إذا إحنا عندنا توترات، هذا إي واحد هو إي ماكس واحد وإي اثنين هي إي ماكس اثنين، إذا راح تصيبو ك يساوي إلى 12 على 6 ويساوي ماذا؟ إذا يساوي 2 وهو أكبر من الواحد، وبالتالي محول خافض للتوتر. شكرا على المتابعة.